شكرا لك ميا، وتحيه للصليب الاحمر اللبناني يلي بيساعدنا لانقاذ حياتنا بكل مراحل حياتنا. مشاهدينا رح نتابع احنا وياكم مع ضيوفنا ومع اقرب جيراننا لهلا لستاند لال بي سي. اهلا وسهلا فيك يلا عطله. بدنا نحكي عن مام بيرينتال سنتر، هالسنتر يلي بيستقبل كل امراه وبرفقها بكل بمرحله تغيرات جسمها وبمرحله تغيرات حياتها ايضا. بنذكر انه يلا حضرتك صاحبه السنتر وحضرتك ايضا ساشفا، خبرينا عن السنتر اكثر. هيدا السنتر اسمه مام، يعني ميد وايفز اند ماذرز، هن كلهم ساشفامات بيشتغلوا، ميد وايفزات يعني مثلي انا ساشفام، بنشتغل مع الامات مشان هيك سميناه هيك، وبيهتم بالنسوان هن وحبالا وقت اللي بيولدوا ومن بعد ما يولدوا حتى، وحتى بيهتم بالنسوان بمراحل متقدمه شوي بالعمر حتى وقت المينوبوز يا ما بعد شوي، انه بكل مراحل حياتهم. مين انتم بالسنتر يلا؟ مين المتواجدين يلي عم بيقدموا هالخدمات؟ كلنا ساشفامات ميدوايفات، يعني قابلات قانونيات بالعربي. نعم. متخصصات، كل وحده متخصصه بدومين معين، دونك عم بتقدم الخدمات اللي بدومينها. في نعم. عالم مخصصين بالرضاعه بيعملوا الكونسلتاسيون رضاعه، بالسبار، بالريدوكاسيون بيرينيال، البريباراسيون على نيسانس، دونك كل خدمات، بس كلنا ساشفامات بنستعين بدياتيسيان وقت اللي عاوزين دياتيسيان. اوكي. وبنستعين ببسيكولوج وقت اللي بنعوز بسيكولوج، وبنستعين بسكسولوج كمان اذا في عندنا دكه بدهم سكسولوج. يعني هيك بترافقوا المراه الحامل بكل فتره حبلها؟ مزبوط، بنبلش نحن وياها، فينا نبلش من اول بس تخلص ثالث شهر فيها تبلش من تعمل، من بعد ما يتم التاكد من حبلها. صح، فيها تعمل سبور فتنس ودانس، وفينا نكمل لها بريباراسيون على نيسانس ونرافقها بالولاده، حتى في نسوان بيطلبوا انه نرافقهم بالولاده ما بعد الولاده عضلاتهم وكل شيء لغايه ما تصير هي، ومنرافقهم حتى منضل معهم سوتيان، يعني هي دور القابله دعم القانونيه تكون دعم معنوي، هي عندها رول ميديكال وعندها رول بسيكولوجيك، يعني بندعمها خلال الحبل وخلال الولاده والرضاعه، دونك بنأمن لها هالشيء، وهيدا اللي هي ناقصها بالنتيجه انه الحكيم هون طبياً. نعم. بس بدها حدا هيك ينشلها من هالورطة. يلا من الداعمين أيضا لحالة المرأة كمان، هلا بدنا نتعرف وبدنا ننتقل لعند ميا، لعند النائب سامي الجميل يلي هلا موجود اللي عم يدعم معنويا المعرض. قبل ما نتابع حديثنا ونحكي عن كافة المراحل اللي بتعيشها المرأة، وأنتم كمان بتكونوا دعم وسند لألك ميا. النائب سامي الجميل وزوجته كاريل الجميل، اهلا وسهلا فيكم حضرتكم من زوار معرض Pregnancy and Kids Fair. في بيبي بنت؟ بنت بنوت. شو جاي تعرفي من المعرض؟ شو الاسئله بركي يلي هيك بتخطر دائما ببالك وجاي تعرفي الاجابه؟ عم نستكشف الحياه الجديده ونشوف شو في هيك اشياء لازم نعرفها، شو في اشياء لازم. افتكر كل الاهل الجداد لازم يعملوا استكشاف قبل ما يوصل الوقت، بعد عنا شهرين عم نتعلم قد ما بنقدر. بالسابع يعني وهيدا اول بيبي، بالسادس لشهرين ست شهور. سالتي والدتك، سالتي والدة النائب، شو عطوك اجابات؟ لا اكيد سالناهم، بس بتحبي كمان تيجي تستشفي انت وحدك لحالك وتشوفي في نوتريشن وفي بريست فيدينغ واكسسوارز للاولاد. برمتوا على شي معرض ولا دغري نحن هيك؟ وصلنا، بعدنا واصلين، بس اتس ا فيري جود انيشيتيف. احنا دغري تلقتنا فيكم، رح نترككم تكفوا وتشوفوا المعرض، والف مبروك يعني لو بعد وقت. يا اهلا وسهلا، نرجع لعندك عفاف. شكرا لك ميا وللنائب سامي الجميل وزوجته المتواجدين بالمعرض واللي عم يستفيدوا من الخدمات. لازم يجي لعند مام هلا. لعند مام هلا بندعيه يكون موجود معنا. يدعي من جاوبهم على كل اسئلتهم. اكيد. هلا وصلنا لمرحله الولاده، بتعرفي كثير بتكون المراه وخاصه اذا كان اول بيبي بيكون صح. في اسئله كثير وخوف من هيدي المرحله، كيف بترافقوها معنويا للسيده؟ نحن بالمرافقه بتكون قبل الولاده ديجا بنحضرها للاكوشمان، يعني بنعيشها الحدث قبل ما توصل له، يعني مثل واحد بده
بده يروح يعمل ماراثون، بده يتحضر له للماراثون، لانه هو الولاده تعد ليبر يعني ترافاي. صحيح. دونك بدها تتحضر له، بتحضر له نفسيا وجسديا. كيف نفسيا؟ بنخبرها كيف كل التفاصيل اللي ممكن تصير معه، وكل شيء ممكن ييسر للولاده، وكل شيء ممكن يعرق لها شوي وياخر للولاده. يعني بتعطوها تفاصيل عن المشاكل اللي ممكن تواجهها حتى مش تعرف. مش عم نحكي كثير مشاكل، ايه المشاكل اللي شائعه اللي كومون، بس مشكله بتصير مره بالعشر تلاف ما بنخوفها كمان، وهي بتكون عارفه انه ممكن يجد مشاكل، بس اذا الولادات طبيعيه. نعم. والولاده اجمالا بتكون طبيعيه وبالمسار المنيح. دونك بس من الا كل شغله راح تصير معها شو معناتها؟ تطمينات يعني. تطمينات وقت اللي بتروح على الأوبيتال وبيفحصوها مثلا. نعم. تعرف ليه عم يفحصوها وشو ناطرين يشوفوا؟ يعني مشان تكون هي الماتر تبعو للأكوشمان تبعو لها، مش تكون هي هون باسيف قاعدة وهن عم يشتغلوا فيها ومش عارفة شو عم بيصير، ولا أي ساعة بتبلش، ولا أي ساعة بتخلص، ولا قدي عندها وقت، ولا شو بده يصير كل خلال هالفترة. نعم. دونك هيدي بسيكولوجيكمان إذا بدك بندعمها بهالطريقة، لأنه بس تقيمي للخوف بتصير هي ناطرة الولادة ورايحت لها بغير اوبسيون، بغير فيزيون، على انها تروح سامعه بس الجيران واصحابها شو قايلين لها. بدي اقول لك بتصير كثير كمان بتصير في كثير فرق، وهيدا بنحضرها جسديا باكزرسيسات وريسبيراسيون، وبنقوي لها كل عضلاتها. اكزرسيس فيزيك. فيزيك بيعملوا سبور، بيرخوا في عضلات بدها ترخي، في عضلات بدها شد، مشان تكون حاضره للولاده. يوميا بصير هيدا الشيء تقريبا؟ نحن يومي فيها هي تعمل ثلاث مرات بالجمعه يعني بقد، والبريباراسيون بتصير كل الحبل خمس مرات، يعني بنعملها عروة هي وجوزها بيجوا بيتحضروا نفسيا وجسديا. بعد الولادة كيف بتحضروها؟ بعد الولادة كمان بنعطيها أكيد وقت، بنخبرها شو بيصير معها أول شيء، بنرجع بنعطيها وقت مشان هي ريكوبيراسيون لعضلاتها. بس بعد الريكوبيراسيون بنشوفها في عضلات بطنها بدهم شد، وفي عضلات الحوض اللي مرق فيهم البيبي كمان بدهم اكزرسيسات مشان ترجع مثل قبل. يعني جماليا وصحيا صحيا بيأثر على جمالها. صحيح. بينعكس على راحتها النفسية وبالتالي على جمالها. على راحة نفسيتها. فترة المينوبوز وبعد المينوبوز كيف بتساعدوا المرأة فيها؟ فترة المينوبوز وما قبلها كمان شوي، فينا أول شيء النسوان بيتعرضوا كتير لترويح بول وعوارض بول وهبوط مبولة، وهيك بنعمل لهم اكزرسيسات مشان ما يعوزوا عمليات. أو إذا عايزوا عملية تكون نتيجة أحسن. وكمان بنحضرها يعني بنقلها شو لازم تعمل مشان تتجنب البوفيت شالور والمشاكل اللي بتصير معها على المينوبوز. بنرجع للمرأة الحامل وللرضاعة. كيف كمان بتساعدوا المرأة لتردع وتقطع بهيدي المرحلة من دون ما تكون تعبانة نفسيا وجسديا؟ اوكي. دونك كمان بنحضرها بنقلها كيف بتصير بروسيدور الرضاعة، كيف بتبلش، وكيف لازم تردع، وكيف لازم تحكي اذا تردع البيبي على طلبه وقت اللي هو بيطلب، وبنعلمها الاستيوس اللي ما بيخلوها تعمل مشاكل. واذا عملت مشاكل كيف تعالجهم. دونك بنشتغل بريفنسيون نحن وياها. والرأس كمان على المرأة الحامل ضروري. الرأس اكيد، لانه هي بتهز الحوض وقت اللي بدها تولد، قد ما بتهز، قد ما بتقدر تهز الحوض، قد ما بتهين نزلة البيبي فيه. يلا عطلها متسكريك. اكيد المراه الحامل لازم تقصدكم لحتى تقطع بهالمرحله وما بعدها. اكسبيريانس حلوه صراحه، والمراه بشكل عام تقطع حياتها بطريقه كثير سهله وسلسه. صح. بوجودكم اهلا وسهلا فيكي يلا عطلها. ميرسي لكم.